ولومه هما ما يخلق الاستثمار ما خلاه الشرق هما الشعب تمونك بارتباب قاعدتك بالقمة الانبار الشرفة ملوك الصباب المغرب الأولاد هما لا يتم الله انحطاب فينا ثقافة القلومة يجبر ولا يجبر السلام احتيال تصبح هذه الأرض حمومة وتقضي في بلدها وتقضي في بلد قديت شعطات درجة تصبح معدومة وتعم السيبة وتصاب ثم مدة محتومة تعود بعيد من الحومة وانبذي الشعب اشكال انماط دعايات المسمومة وتعالم بالعزم ونشاط وزر كرتك لا تتخومة للدستور بنعم الاغلاط راهي الشعب حشومة من عاقب ذكوري الشيخ الطاهر وشاعر من عضو في رابطة الشيخ الحساني يقليم مادة داخله وفي نفس الوقت عضو في مؤسسة عرار للفرع مؤسسة عرار الصحراء المغربية عضو فيها للمؤسسة مؤسسة عرار ومعدلين هذا المعرض اللي فيه المخطوطات القديمة هذا تزامنا مع تصاور مقوي له عند الخامس طيب الله ظهراه وفيه تكريم الشعراء وفيه أمسية حول مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المخطوطات هذه المخطوطات فيها الشعر القديم العربي وفيها الشعر هون نريك كل عالم من الصحراء عنده شي هون هي عيانها الصحراء كاملة كلها عنده شي هون هون الشيخ خليل مخطلي وهون كتاب ميار الكبير وهون العقيدة الإسلامية وهون علم الفلك وهون النحو وهون الشعر وهون الغناء كرز القديمات وهون رسائل بين القبائل وهون هون ثقافة الصحراء كاملة متلاحقة هون هون متلاحقة الحمد لله الثقافة الحسانية كاملة والعربية وهون الشعر القديم وهون الشعر الحكمة وهون ياسر العلم كامل هون وهذا لا بعض من المخطوطات خارج شيء ما قدرنا نجيبوه به اللي عاد راكم وشي دفعناه هم لوزارة الثقافة النهارات وهذا الحمد لله هم اللي تزامنا مع هاي الأمسية اللي عاطية الضوء والشعاع لتصاور البطل المغوار محمد الخامس طيب الله وثراه بطل التحرير ورمز العروبة ماني خد رئيسة فرع الصحراء المغربية جامعة عرار احنا اليوم معدين هذه الأمسية الشعرية بمناسبة شهر رمضان المبارك وبمناسبة ذكرى وفاة المغفور له محمد الخامس طيب الله وثراه وبهذه المناسبة معدين معرض خاص بالمخطوطات ومعرض خاص بصور بطل التحرير المغفور له محمد الخامس يوثق المقاومة ويوثق صور محمد الخامس المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.